أعلام لهم بصمة. حارسة التراث الفلسطيني سهام أبو غزالة، فلسطينية من مواليد 1940 في يافا، هجرت مع أهلها إلى نابلس عام 1947. حصلت على العديد من الشهادات الأكاديمية من البلدان التي عاشت فيها كالولايات المتحدة الأمريكية والكويت والأردن وفلسطين. امتهنت عشق فلسطين ورعت تراثها المجيد ونفضت عنه غبار معركة الوعي مع العدو لتثبت وتثبت أن فلسطين عريقة قبل هؤلاء المارقين. غرست حب فلسطين وتراثها وثقافتها وفنونها الشعبية في قلوب طلابها من خلال المناهج المدرسية، وعملت على تدريب زملائها في المدارس الفلسطينية بما أبدعه خيالها وخطه قلمها، وأحب فلسطين كل من عرفها وعلم نضالها في الدفاع عن التراث الشعبي الفلسطيني. رأت في القرية الفلسطينية منبعاً للفن والتراث والحضارة الفلسطينية ورمزاً للتمسك بالعراقة الشعبية للتراث الفلسطيني. تعتبر سهام أبو غزالة إحدى رائدات العمل التطوعي الفلسطيني، حيث اجتهدت لعقود في جمع التراث الفلسطيني وحافظت عليه من الاندثار، كما نظمت العديد من المعارض التراثية التي تجوب بها العالم وتستحضر بها فلسطين الوطن والشعب. كانت تتميز بهدوئها وكبريائها وتفانيها وحزنها الدفين وهي تروي حكايات الوطن، وكانت تعمل بصمت مع فريق عمل تقوده بكفاءة وتفان، دأبن على تنظيم فعاليات يستعدن فيها حكايات المدن والقرى والبادية الفلسطينية، ويحفظن التراث من الاندثار ويبعثنه حياً في عقول وقلوب الأجيال الفلسطينية الفتية التي تم اقتلاعها وحرمانها من نعمة ومتعة التواصل مع ماضيها العائلي والحضاري. تكبدت سهام أبو غزالة عناء العيش في مكانين للمواءمة بين رعاية أسرتها ورفيق عمرها الذي أقعده المرض في الكويت، وبين متابعة وإدارة مركز التراث في عمان. امرأة من نابلس، بل من يافا، إنها من فلسطين، وهي أكبر من عمر دولتهم المارقة. رحم الله حارسة التراث الفلسطيني المناضلة سهام أبو غزالة.